جربتيه. يا ربنا عبدك سار قلبي الخوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير يا وجيه الخير، يا هلا والله وش أهلا. يلا حيهم يلا حيهم، يلا حي الطيبين، يلا حي الغالين، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا وش أهلا. متى التفسير سناب؟ أبشروا الله بالسعد، أبشروا أنتم آمروا وأنا طامر. إيش العلوم؟ إيش الأخبار؟ إيش من جديد عندكم؟ طلع عندنا النور، حنا نصلي الفجر لأن حنا قبلكم نصلي. تحية من القدس الشريف، طهره الله من براثين اليهود. أهلا وسهلا بأهل فلسطين، نسأل الله أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. مسابقات فيه اليوم، في مسابقات اليوم للشباب، اليوم في مسابقات للذكرت الشناب، اليوم في مسابقات، وفي معنا أحد الرعاة جزاه الله خير بيرعاكم، يعني بيعطيكم جوائز إن شاء الله. شكرا له، نعلمكم وين المدينة ساكن فيها، بالضياع الغربي الجنوبي. يا شيخ لو نويت أسافر عادي أفطر قبل ما أسافر؟ لا، لازم تخرج من البنيان، بارك الله فيك، لازم تهم بالسفر، ما يكفي النية، لازم تهم بالسفر. ليه ما أقرأ؟ مش أقرأ. البنات بكرة، الله يعين عليكم، أنتم سبحان الله محاشرين في كل شيء، حتى في المسابقات ما تبون نفوز حالنا، حتى في المسابقات ما تبون إن يا الشباب نربح. بكرة بكرة إن شاء الله بإذن الله الأخوات مسابقات، كذلك الأخوات إن شاء الله بإذن الله بكرة يشاركون، نسوي لهم مسابقة تحفظ خصوصيتهم وتصير عن طريق الرسائل إن شاء الله بإذن الله. لكن اليوم ما على شناب، بكرة الشباصات. يلا نبدأ. طيب تبون نبدأ مسابقات على طول؟ متى تفسير الأحلام؟ عادة نخلي تفسير الأحلام بعد ما نخلص مسابقات. ايه خلاص نبدا مسابقات على طول. بسم الله، بس حلمي يا ربي. طيب نختار لنا ايه اللي بيقرؤونها الشباب. طبعا راح ناخذ اتصالات شباب اليوم، الشباب اليوم ناخذ اتصالات من الشباب اليوم ان شاء الله. قول ان شاء الله، قول إن شاء الله يا ربي. طيب طيب شباب افتحوا على سورة فصلت، سورة فصلت من قول الله عز وجل، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. آية 19 سورة فصلت، إلين قول الله عز وجل إنهم كانوا خاسرين، آية 25. واضح؟ لحد يتصل فاغر جزاه الله خير، وين أقرأ؟ يقول سورة فصلت من آية 19 إلى آية 25. يلا اجهزوا عادي، ما في مشكلة، افتح المصحف، ما في مشكلة افتح المصحف، يهمني القراءة الصحيحة، القراءة الحسنة. طيب الرقم الآن أحط لكم، أبشروا بالخير، بس للأسف اليوم أن ما في سماعة، السلك اللي أشبكه ما هو موجود عشان الصوت، عشان يرتفع يعني الصوت، هذا اللي نعاني منها، سلك أوكس 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 أوكس، ما فيه احتياط هنا شيء.
انا دائما اخلي كل شيء احتياط، ما في هنا شيء احتياط ممكن نلقى. ما في سلك هوكس، واحد يدبر لي يا شباب، احد ساكن في لا شارع ال شو اسمه سلك هوكس يا شباب، سبحان الله العظيم نسينا، ما معي، نسيته في البيت وانا ماني بحول البيت الحين. البنات بكره ان شاء الله بخلي لكم مسابقه، بكره البنات مسابقه تحفظ خصوصيتكم، عرفتوا ان شاء الله. يلا بحط السبيكر والصوت ضعيف اليوم، لكن عاد ايش نسوي. طيب خلوني اكتب الرقم، اكتب لكم الرقم. طيب باقي ليه متستعجل؟ وش متستعجل؟ طيب خلني اكتب على المعلومات، من سورة فصلت، من آية، من آية، خلني اكتبها. تسعة عشر إلى 25، شباب شوف الرقم، طبعا الزايد صاير حطوا الزايد منه عشان يزبط معكم. يلا بسم الله افتح لكم الجوال الحين. ما حد عنده سلك اوكس في جنوب الرياض؟ جيني في جنوب الرياض في الاسكان ولا في الدار البيضاء يجيب لي سلك اوكس جزاه الله خير في ميزان حسناته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك؟ الله يحييك شيخ. اهلا وسهلا، يا مرحبا. الصوت واضح يا جماعه، تسمعون الصوت؟ تسمعون الصوت يا جماعة؟ ذكرني بالاسم. أنس فؤاد. أنس فؤاد. اسمك أنس فؤاد؟ نعم. ونعم حياك الله، استعن بالله. عارف وين تقرأ يا أنس؟ اي نعم. استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فتح الله عليك، فتح الله عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءة طيبة مجودة. أنا سبق اتصلت علي؟ لا لا، أول مرة. الله يفتح عليك يا أنس، ما شاء الله، قراءة جميلة ومجودة، وأسأل الله أن يفتح عليك. شكرا يا أنس. إن شاء الله يا أخي، معي أخي إيش تقرأ يجرب. إيه تفضل. شو اسمه؟ إبراهيم فؤاد. إبراهيم، يلا استعن بالله يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فتح الله عليك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، شكر الله لكم جميعا، يعطيكم العافية، مع السلامة. طيب اتصال بعد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، يا مرحبا. هلا بك يا شيخ، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو اسمك؟ حمد العتيبي. ونعم مالك سعود. استعن بالله يا حمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء، كل شيء أنطق كل شيء. كل أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهدوا عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فأن يصبروا فالنار مثوى لهم وأن يستعتبوا فهم من المعتبين. لا، فما هم من المعتبين. وقضينا لهم قرانا وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أحسنت، فتح الله عليك يا حمد، رفع الله درجاتك في الدنيا وفي الآخرة، شكر الله. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير، مع السلامة. أهلا. طيب اتصال بعد.
طيب الراعي اليوم الرسمي للجائزة، خلني أسجل. طيب أنت خلاص قلت سجلت الرقم، دقيقة اللي تتصل بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك. يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ عساك طيب. الحمد لله بخير. شو اسمك؟ عبد الباري فرحان. عبد الباري فرحان. عبد الباري صحيح؟ ايه عبد الباري فرحان. طيب دقيقة معي يا عبد الباري. خليك معي بس ثواني عشان ابي اسجل الحساب اللي راعينا اليوم، اللي راعي المسابقه بالاصح راعينا، ابي اسجله عشان جزاه الله خير وحسن الله اليه. الله الله عاد يا جماعه باللايكات والشير والنشر وكذا. ها خلاص عبد الباري زبطنا. ها ابشر ابشر. ايه وش تزبطنا فيه؟ باللايكات. الله يجزاك خير. قل امين. أنا؟ اقول الله يجزاك خير، قل امين. امين. طيب خليني اتاكد بس من الاسم. ام اي ان اي زد اي ان. طيب هذا الراعي. يلا استعن بالله. وما كنتم ايش؟ وما كنتم تستترون ان يشهد. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. اسمع فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء قرناء يعني إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. القرناء اللي هم الأصحاب أو الأصدقاء أو الأسنان. أعد. وقيضنا لهم قرناء ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فما في
وحق عليهم القول في أمم قد خلت. في وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. عبد الباري والله طبقة صوتك وجمال صوتك لا قوة إلا بالله. والله ما أقول هذا الكلام إني أبي أشجعك أو شيء، لا والله صوتك جميل عبد الباري. عبد الباري والله صوتك، اسأل أي واحد في البث، والله مو مسألة تشجيع، طبقة صوتك وترتيلك للقرآن رهيب وعجيب، من أجمل الأصوات اللي شاركت، لكن يحتاج إنك تسجل في حلقة تحفيظ وتسمع من القراء بشكل أكبر. صدقني راح تتغير كثير. الله يفتح عليك عبد الباري، استمر وراجع قراءتك، اهم شيء تكون حفظك صحيح، وان شاء الله ربي بيوفقك عبد الباري. الله يفتح عليك. عبد الباري ايش؟ عبد الباري فرحان. عبد الباري فرحان، اي سنه عبد الباري؟ الله يوفقك، الله يوفقك يا ابوي، مع السلامه. ما شاء الله طبقة صوته جميلة جدا والله، صوته حلو جميل ما شاء الله. طيب ناخذ اتصال بعد. طبعا الفائزين راح يكونون ثلاثة فقط، اللي راح يفوزون ثلاثة، راح ناخذ ستة اتصالات، ثلاثة منهم بيفوزون. الفائز راح يكون له 100 ريال مثل مسابقة أمس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كيف كيف حالك؟ خير والله. شو اسمك؟ مهند حربي. مهند، شاركت معنا أمس؟ لا. أي. كيف حالك يا مهند؟ خير والله دام بخير. الله يجعلك يا رب. يلا استعن بالله يا مهند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون. مهند فاتح المصحف؟ لا. إيه؟ افتح المصحف والحرف اللي عليه مد مده، الحرف اللي ما عليه مد لا تمده. أبشر. يلا استعمل. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي فيها عليها مد. الذي فيه لا أي. لا تمد. الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا فيه مد وقيم فيه وقيم فيه لا على طول وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مهند صوتك جميل، ونفس ما قلت الكلام لعبد الباري، شد على نفسك أكثر والله، يعني انت وعبد الباري بتكسرون الدنيا. انا حافظ القران كامل ومسجل حلقه. الله يفتح عليك ويزيدك من علمه ويزيدك من لان القران هذا يرفع الله عز وجل به اقوام. آمين. ويضع به اخرين، فالله ترى يرفعك بالقران في الدنيا وفي الاخره. استمر يا مهند. اي سنه انت يا مهند؟ انا صف سادس. ما
ما شاء الله، الله يفتح عليك. شكرا يا مهند. اللي جنبه يقول كذاب. شو يقول كذاب اللي جنبه؟ الله يصلح. طيب اتصال بعد، باقي اتصالين. اللي جنبه يقول كذاب. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. شو اسمك؟ عايشة. أبي أفسح حلم. آه تفسير إحلام شوي بس. الله يجزاك خير. لأن كلمة دقيت بالبيت ما ترد. إيه لا مو مش مو ما أرد، مشغول بس اصبري علينا شوي، خلنا نخلص المسابقة وابشر. طيب وش يثبت لأنك راح ترد؟ شو يثبت؟ أنا بحط رقمي يعني للناس والناس يتصلون. ها؟ الآن حلم يعني مرة يخوف. لا إن شاء الله، اللي يخوف تعوذي من شره ومن شر الشيطان. أنا أفتح الجوالي للناس كلها تتصل، ما يحتاج أثبت قدامكم أفتحه. الله يجزاك. طيب. طيب ما يمدي الحين عادي مو لازم. لا الحين اللي فتحت الباب ثم تجيني واحدة تقول شو اللي يثبت لي. ثاني واحدة إيه الله يجزاك خير. شكرا يا أختي عائشة. السلام عليكم. عفوا. يا ربي. طيب الرقم شو يثبت لي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله. هلا وسهلا. يا هلا. يلا حيا. بخير الله يجعلك بخير. ذكرني بالاسم طال عمرك. أنس مشعل. أنس مشعل ونعم. مالك سؤال. أنس عارف وين تقرأ؟ أي نعمي. استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الله يجيرنا وإياكم من النار يا رب العالمين. الله يجزاك خير. أنس أنت مسجل في حلقة قرآن ولا؟ أي نعم. في أي مرحلة أنت أنس؟ أنا عمري 20. عمرك 20، الله يفتح عليك. يعني طالب جامعي؟ أي نعم طالب جامعي. ماسك مسجد أو شيء؟ لا توكيل. ما شاء الله. في أي مدينة؟ في الرياض في النسيم. ما شاء الله. شو اسم المسجد؟
مسجد عبد الله نعم. لا والله ما اعرف لا تقولوا لي عند المقابر. انا قراءتك مليانه تدبر يعني طيب. الله يفتح عليك ويوفقك يا رب صراحه يعني اثرت في كل الموجودين الله يجزاك خير الله يفتح عليك يثبتك على الدين يا رب يثبتك على القران والسنه يا رب وياك يا رب مع السلامه. القران يرفع اصحابه الرقم ما صورتوه اول 0538607090 بس هذا اخر اتصال عاد. السلام عليكم. السلام عليكم. دوكيا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله شكرا. الحمد لله الحمد لله. وش اسمك؟ معاد. ايش؟ الحيدان. ونعم معاد الحيدان يقرب لك الشيخ محمد؟ اي من اقاربنا ما شاء الله. يلا نبغاك تغطي عليه عاد بالصوت والله انه لا ان شاء الله انك تغطي ان شاء الله ابشر. قلي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بسم الله. ما انت عارف وين تقرا طيب. لا خلاص خلاص. يلا. من اي سورة؟ من سورة فصلت آية 19. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. صفحة 478. 78. آية 19 ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فهم يوزعون. يوزعون حتى إذا ما جاء أول صح قلتها أول قلتها صح حتى إذا ما جاءوها حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تزرعون وما كنتم وما كنتم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فما هم أحسنت من المعتبين. من باقي آية طيب ما كملت. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أحسنت بارك الله فيك معاذ جزاك الله خير.
يلا من اللي بيشارك؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سعد الله صباحك يا شيخ، حياك الله. وصباحك الله يسعدنا وإياك. ذكرني بالاسم. طول عمرك. عبد الرحمن تفيني شوي. عبد الرحمن. استعين بالله عبد الرحمن. نفس الآيات اللي قرأها ترى ما كنت عنده والله، لأن طلبتها والده ولا خمس مدري ايش السالفة. طيب وين كان يقرأه؟ في سورة فصلت، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، آية 19. فصلت آية كم معلش؟ آية 19، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. خذ راحتك خذ راحتك. انت يلي تقولين ضاع وقتنا، ولا اللي يقول انت فاضي، ولا اللي يقول يذب كلام قفل في وجه فلان، قفل وجه. من غصبك على البث؟ من غصبك؟ معروفة طريقة بثنا، بثنا مسابقة دائما ثم تفسير. يا اخي بعض الناس ما هم الا مصلحة نفسه. تنفخ راسي من ترى من كتاباتك، قسم بالله ضيق الصدر، عيب على راسي، بتحسي على وجهك ضيعت وقتنا. الله أكبر، يلي وقتس من ذهب، يلي وقتس ما شاء الله كنت تنظفين البيت وتطبخين وتنفخين، وجيتي فجأة لقيت البث فيه بيوزعون فيه دراهم عليك. أنت اللي جاء، أنت اللي فاتح، ضيعت وقتس. في بعض الناس قسم بالله يموذي أهبي. معليش أخوي عبد الرحمن، وسع بالك يا بعد راسي، وسع بالك. لا هذولي لازم تسوي، لازم تحملهم، الله يعينك. اكتب أجرك. أعوذ بالله، موذين يا أخوي موذين. أنا عندي ناس موذين. الله يعيننا وياك. يلا استعن بالله. إلى آية كم معلش؟ إلى آية 25. وقيضنا لهم قرناء. إيه آخر آية، إيه إنهم كانوا خاسرين. آخر ما تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. أعد. وما كنتم تستترون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. فتح الله عليك عبد الرحمن، أخوي عبد الرحمن جزاك الله خير على قراءتك الطيبة المباركة، أحسن الله إليك. وإليك الله يدور، الله يجعلك في الجنة. طيب. السلام عليكم. سلامة الله. طيب لحظة، أنا قفلت الجوال بقول كلام. أنا المقرر أن نأخذ 6 اتصالات، 3 يفوزون من الستة.
تحبون أزيدهم إلى 10 ويفوزون 3 ولا نكتفي ب6 ويفوز 3؟ وش تحبون؟ تحبون والله أنا ما مليت صراحة، ودي اتصالات إلى الآن قرآن، بعدنا نفتح تفسير الأحلام. وش رأيكم؟ ودكم نزيد إلى 10 باقي 4 نزيد قرآن ترى ما شبعنا والله. اللي بيقولون 6 هذول حقين تفسير أكيد. 10 بروسكم يا شيخ. يلا اتصلوا بفتح الجوال ثانية شلنا وضع الطيران. لا البنات بكرة بحط لكم مسابقة خاصة فيكم إن شاء الله. كمل إلى 10 يلا كملنا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هلا وسهلا يا مرحبا. نبغى نفسر الشيخ حلم. الله يجعل لك خير تفسر حلم. هنا نبي ناس يقرون قرآن. لا نفسر ما جي التفسير. التفسير طال عمرك بعد ما نخلص مسابقة القرآن. طيب يا شيخ في واحد عندي من الشباب بيقرأ. يلا من هو شو اسمه؟ اسمه عيد. عيد؟ ايه. عيد ايش شمري؟ عيد الرويلي. الرويلي. طيب انت شو اسمك انت؟ حياك الله السلام عليكم. السلام هلا عيد. كيف الحال يا شيخ؟ طيبين؟ الله يحييك بس ابعد عن الصوت اللي عندك، في ازعاج عندك. ابشر ابشر نبي نبعد يا شيخ. تسلم عيوني. طيب شيخ نقرا نفس الايه من 19 الى 25. ايه ايه ايه. طيب. استعن بالله. وان فزت ترى بتواصل مع راعي الرقم ذا ها؟ لا يا شيخ لا هذه فش كذا. ما فيها اللي الرقم اللي اتصلت عليه منها بتواصل معه. خلاص كذا يا شيخ. كمل واحد. يلا استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أحسن الله إليك وجزاك الله خير. عيد شكرا لك يا عيد. شكرا يا هلا بك. السلامة هلا بك. طيب يا جماعة فيه للمتصلين أخطاء متكررة. لو أن كل متصل قبل ما يتصل يسمع قراءة اللي قبله وأخطاءه ويتفاداها ويقرأ صح كان ما أخطأوا اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هلا بك يا مرحبا. هلا يا شيخ. هلا بك يا هلا بك.
جزاك الله خير على المسابقة شيخ. الله يحييك. من معي؟ معك مشاري. مشاري ايش؟ مشاري العجمي. نعم. عليك زود. استعن بالله مشاري. بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فتح الله عليك وجزاك الله خير. بارك الله فيك على قراءتك أخوي مشاري. شكرا لك. مع السلامة. يا هلا بك. طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله يشوفوا في بعض المتسابقين قريب جدا طبعا خلاص قفلنا هذه 10 الآن اتصالات أو 10 متسابقين: أنس فؤاد، إبراهيم فؤاد، محمد العتيبي، عبد الباري فرحان، مهند الحربي، أنس مشعل، معاذ الحيدان، وخالح عبد الرحمن التميمي، عيد الرويري، ومشاري العجمي. طيب المركز الأول لا ما نبقى المركز الأول، المركز الثالث ما شاء الله لا قوة إلا بالله إبراهيم فؤاد هو المركز الثالث. المركز الثاني أنس فؤاد، إخوان الاثنين. المركز الأول أنس مشعل. هذول اللي فازوا معنا بالأجر، أما بالأجور كل من شارك معنا فهو إن شاء الله بإذن الله فائز من عند ربي عز ربي سبحانه وتعالى. أسأل الله يجزاكم خير على مشاركتكم مسابقة القرآن. إن شاء الله بإذن الله يتواصل معكم مكتب منازل الاستقدام، أنتم يلي فزتوا راح يتواصل معكم مكتب منازل الاستقدام. كلهم والله اللي شاركوا قراءاتهم حلوة، لكن كان في ناس يتميزون على ناس خاصة بالقراءة الصحيحة. أنس فؤاد، إبراهيم أخوه، وأنس مشعل هذولي اللي فازوا الله يبارك لهم. طيب راح يتواصل معكم مكتب منازل الاستقدام، هو اللي راعي للمسابقة. أنتم يا شباب اللي فزتوا راح يتواصل معكم المكتب وراح يعطيكم إن شاء الله بإذن الله جوائزكم بإذن الله. هذا شو اسمه، لا إله إلا الله، المكتب اسمه مو بخدامة، خلني أسكت أحسن.
بعض الناس فل على الصبح. ليش ما في لنا مسابقة؟ فيه إن شاء الله بكرة لكم. هذا مكتب منازل استخدام هو اللي راعي للمسابقة. هذا هو اللي راعي للمسابقة، مكتب منازل الاستخدام. بكرة مسابقة الأخوات كذلك، فيه الحساب اللي أمس اللي يقدم الخواتم المطلية بالذهب، فيه إن شاء الله بإذن الله بكرة. كم نخلي جائزة؟ هم صراحة قدموا 10 خواتم، راح الآن منها 2 تقريبا أو 3 والله ما أدري. بكرة نخلي 5 ولا 3؟ بكرة نخلي 3، بكرة نفوز 3 إن شاء الله، 3 تكفي، 3 بكرة إن شاء الله، 3 فائزات كذلك، 5 مشترك الرقم. ثلاث ولا خمس؟ أنا أشوف كلام أشوف 5 مناسب، عفوا 3 مناسب من بكرة يفوزون. طيب أنا بأتواصل مع صاحب الحساب وبشوف، أتواصل معه، يا 3 يا 5. بكرة إن شاء الله مسابقة للبنات، مسابقة للبنات راح تكون أسئلة في تفسير القرآن، وترسلونها يعني كرسالة واتساب إلى الجوال اللي بحط لكم. خلها واحدة بس، الله عندك مجنون أنت. خلها ذهب كامل. والله يا جست فهد ودي أنا، بس في يعني فيه ما أقدر أتقدم عليك، أنا منك أتعلم وما أجي إلا من بعدك. أي إن شاء الله أنت سويتها سويتها أنا. طيب نأخذ تفسير إعلام نبدأ. بنات كبار بكرة، بنات كبار بكرة، بكرة إن شاء الله بإذن الله. عاد أنا بتواصل مع صاحب الحساب يشوفه وش يقدم، 3 ولا 5 بكرة، نشوف شو يقول. بدون جوائز عشان يستفيدون البنات. عمر يقول يبي، عمر الحربي يقول بدون جوائز عشان يستفيدون البنات. طيب الشباب قروا الآن واستفادوا وخذوا جوائز كذلك. خلاص عمر اللي تبي إن شاء الله. آمين، الله يهدينا مدام يمدينا. طيب ناخذ تفسير أحلام، ناخذ تفسير أحلام، خلونا نفسر لكم. تفسروا كتابة. طيب باخذ رسائلكم السناب، الشباب يستاهلون، الشباب لهم عيون يا شيخ. الشباب فازوا بجوائز نقدية، كل واحد فاز 100 ريال يعني حلوة، شارك بس قرأ كذا في البث وخذ له 100 ريال حلوة، صح ولا لا؟ صح. طيب ناخذ كم رسالة من السناب. الله يسكي أيام الحج يا أبو عجب، تعال أنت اللي تقول الله يسكي أيام الحج أبو عجب، أنت من أنت؟ وأي حج عام كم؟ ألي الكندي، من أنت بالله؟ طيب علي إيش؟ علي الكنعد؟ أدري والله ناسي. العام البنات مسابقة بكرة البنات، رسائل بحط السؤال وانتم تجاوبون عليه، ترسلون على الرقم الواتساب اللي ما عنده سناب، فيه رقم اتصال علي الكندي اسمه، والله ناسي الاسم، يمكن الشكل أذكره. أبو فهد من؟ طيب
الله يسقيه أبو الحج. سالفتكم أنتم الله يسقيه أبو الحج الله يسقيه الحج. أنتم فيكم معنا ولا كنتوا معي ولا إيش؟ علي ألك علي ألكندة أنت من شباب الشفاء. ذكرني ترى ناسي شنب. والله نسيت يا أخي. طيب ناخذ رسائل سناب. خلونا ناخذ رسائل سناب. طيب ناخذ رسائل سناب بسم الله بعدها برجع للاتصال خلاص. بس خلونا ناخذ نفسر سناب. الله يبقى يا ابو الحج نصاب وشرف ما قد شفت وجهك. طيب ناخذ رسائل سناب. شوف 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 كيف احس الجوال احس الجوال الحين بيطرش. لا توري حساباتنا في سناب. الارقام معكوسه الحروف معكوسه. طيب طيب خلاص خلونا تصدقون انه ما يفتح. شوف ها ها فتح فتح فتح. طيب حلمت كاني بجنوب المملكه وفي واقفة وفي واقفة كأنها عند محطة وقدامي سيارة نقل بضائع دينا ولوحاتها مكتوب فيها 76 هنو هنو. صحيت من الحلم. معلم إني متزوجة وعاطلة ومقدمة على الوظائف التعليمية اللي نزلت الآن ونقاط يفضل 76 وهنو هذا اسم صديقتي اسمها بالأصل تهاني وهي معلمة متعينة من 3 سنوات. طيب انت شفتي نقاطك من فاضلة 76 واللوحة مكتوب فيها 76 وهنو هنو هذه اسم صديقتك. انا اقول هذه والله العالم قد يكون هذه تهنئة لك انت في تعليم في تعيين لك بالاصح في تعيين لك انت في تعيين لك انت لكن قد يكون خارج منطقتك خارج منطقتك. عرفتي هنو هنو هنوها هنوها هذا يبدو العالم أنها تعيين لك وتهنين فيه. هنو هنو. طيب ناخذ رؤية ناخذ رؤية بعد. تفسير أخوي وطاء على نظراتي انكسرت فيني ضعف نظر ونظرات طبية. يا إكس جي يا إكس جي بسألك بسم الله. يا اكس جي ادخل على رؤيتك ادخل رد علي. تقول حلمت ان اخوك وطى نظاراتك وانكسرت فيني ضعف. ادخل علي ادخل علي رسائل. السؤال صاير بينك وبين اخوك خلاف. في بعض الناس تحسه مو صاير من كلامه وسبه وشتمه. الله يعلق مرة السناب هذه مشكلة التعليق.